الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. صحيح. خلي بالك الكلام اللي جاي اللي كاتبه مهم عشان تفسره للناس. اتفضل. توجت بإعلان فوز مرسي، ولقد كانت نتائج فرز الأصوات بغض النظر عن مدى سلامة عملية التصويت تؤكد أن مرسي هو الفائز. صحيح. غير أنني، ده المهم، لا أستطيع أن أتجاهل شواهد لاحظتها وعلمت بها في ذلك الحين وتأكدت منها فيما بعد. تقول إن هناك من أقام لنفسه ولحسابه الشخصي قناة اتصال أو جسرا يربطه بقيادات الجماعة سعيا لمكان أو مكانة أو حصانة في دولة المرشد القادمة لا محالة. تفضل. من غير أسماء. يعني من غير أسماء؟ ما نقدرش نقول أسماء، يعني بفضل ما نقولش أسماء. يعني عايز أقول إيه؟ دي حقيقة. نعم؟ حقيقة أنا متأكد منها. آه. ولو الكتاب اتقرى يعني كويس. شفت. يعني ما أنا واحد فيه. يعني نعم موجود. أنا طبعاً الشخصية ما بحبش إن إيه، خلي اللي عايز يستنبط يستنبط وهيقدر يفهم. نعم. إنما هذه حقيقة. آه. وده في كل المجتمعات. آه. يعني بتلاقي إن طبعاً كان في ناس خدعت. في الإخوان. وفي ناس عندها مطامح وشايفة إن دول هم الـ يعني الـ الأكثر وجوداً في الشارع، وإن ممكن إنه في ناس كانت يعني حتى عندها طموحات لتولي المنصب الأول، طبعاً غير المشير طنطاوي. يعني ده بعيد عن المشير طنطاوي تماماً. نعم. إحنا قلنا إنه زاهد تماماً. نعم. إنما خلينا نقول إن ما كانش في صفقة. نعم. بين المجلس الأعلى، بين القوات المسلحة ككيان، المؤسسة ورئيسها المشير طنطاوي مع الإخوان. بدليل ان المشير طنطاوي لم يعلم بنتيجه الانتخابات الا من شاشه التلفزيون. المشير طنطاوي عندما المح له بعض المقربين منه انه يشير لرئيس المحكمه الدستوريه العليا ان في هناك مطاعم زي ما قلنا كده، نعم، ممكن تاثر على اراده الشعب. هي النتيجه فوز مرسي، وانا مقتنع ان مرسي فاز. ده لاعب الشعب المصري، الشعب المصري اللي اختاره هو اللي خرج عليه واسقطه. نعم. واي شيء غير كده ده مهين للقوات المسلحه الحقيقه ومهين للشعب المصري. نعم. عايز اقول انه كان خرج، كان بيعلن المستشار فاروق سلطان النتيجه، خرج هو ورجع لقى مرسي. وكانت توقعات على فكره، في ناس كانت متوقعه ان الفريق شفيق هو اللي كسب وابلغته. نعم. يعني تسرعا، يعني عندها تصور ان هو اللي كسب فابلغته تقربا. كان في بعض الناس متصورة زي ما قلت لحضرتك إن الإخوان ممكن يكونوا جسرهم للنفوذ، وإنه بحكم قوته يقدر إنه يعني يمكن. إحنا قلنا امبارح إن كان في الإخوان عايزين بعض المرشحين التوافقيين اللي تمام، زي الأستاذ منصور حسن الله يرحمه والدكتور كمال الجنزور الله يرحمه، بحيث إن خيرت يبقى معاهم نائب. رفضوا. لكن في بعض الناس لما جه خيرت قال، فكان متصور انه ممكن يجي نواب مع خيرت ويزحوه. ماذا حدث يوم اقاله المشير طنطاوي فريق سمع عنان قاده الافرع الرئيسيه وتعيين الفريق اول عبد الفتاح السيسي قائدا عاما وزيرا للدفاع؟ ماذا جرى في الاتحاديه وعندما عاد القائد العام وزير الدفاع الى مقر القياده العامه والتقى المشير طنطاوي؟ ايه الحوار اللي حصل؟ طب خلينا نبتدي اليوم من اوله. اه. في حدود الساعه 10 الصبح المشير طنطاوي طلب من اللواء اركان حرب عبد الفتاح السيسي 12 اغسطس 12 بالظبط. ايوه. لا 12. يوم 12 اغسطس. ايوه. يوم 12 اغسطس الصبح انه يروح الاتحاديه عشان في موضوعات عايز يكلموا فيها. فكانت مطالب مرسي غريبه جدا. المطلب الاول يعني ان القوات المسلحه تاخد من ميزانيتها المخصصه للدفاع 3 مليار دولار وتديها للقطاع المدني عشان ينفقوا منها على مستلزمات الشعب. وده الحقيقه المشير طنطاوي قال يعني لو سحبنا 3 مليار دولار من البنوك المصريه هتقع. يعني حتى لو باسعار وقتها لو بنتكلم على 5 باين او 7 جنيه او حاجه زي كده، بنتكلم على حوالي 20 مليار جنيه. يعني توقع وبالعمله الصعبه. نعم. المطلب الثاني كان اعفاء اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه المستدعين من الخدمة. وده بيتنافى مع قوانين الخدمة. بعد شوية في الاجتماع طلب المشير طنطاوي علشان انه يروح للاتحادية، عايزه الرئيس مرسي. وراح معاه اللواء محمود نصر الله يرحمه، كان رئيس هيئة الشؤون المالية.
بعد شوية جاء تليفون للفريق سامي عنان انه ينضم للاجتماع. في هذا الاجتماع كان موجود الدكتور محمد مرسي، وكان موجود المستشار محمود مكي. محمود مكي كان لسه